مستمعين الكرام بإذاعة البهجة، مرحبا بكم مرة أخرى ككل يوم سبت ويوم أربعاء في حصة ديوان البهجة وزميلي طريق. واليوم برنامج اللي يكون عندنا اليوم وهو برنامج خاص كما وعدناكم، خاص بالمطرب الكبير سامي المغربي اللي جينا معه حوار من مدينة موريال بالكندا. طريق مساء الخير. مساء الخير نصر الدين، ومساء الخير لكل متتبعين حصة ديوان. على بالي كان بلي اليوم الحصة راهي منتظرة، وكاين كثير من أصدقائنا اللي راهم يسمعوا في هذه الحصة كما وعدناهم. وكما قلت نصر الدين بلي حصة اليوم رانا حين نخصوها كاملة للمغني الكبير والمشهور سامي المغربي، واللي كما قلت جرينا معه حوار منذ مدة شهر في 15 سبتمبر 2002 عبر الهاتف من مدينة مونغيال وين هو قائم. كان هذا الحوار يعني لمن يهمهم الأمر على الساعة 7 عندنا، وهذاك الشيء وفق زوج ديال العشية في مونغيال. يكلمنا في هذا الحوار على حياته، على مشوار ديالو الفني، ورانا نسمعوه الآن في تسجيل يا ساقي باقي اللي كان في إذاعة الجزائر راديو ألجي في سنة 1954. نعم توفقت، كان دار عدة تسجيل، تقريبا 10 تسجيل في إذاعة الجزائر. وفقت مصطفى اسكندراني يوف خارجي، ويعني جوق كبير تاع المحطة، كان جوق المحطة لوركستر دو لا ستاسيون. نظن مستمعين إذاعة البهجة والناس اللي يتبعوا هذا الميدان كثير منهم اللي يعرفوا سامي المغربي. نعم. لأنه يعني مطرب اللي أثر في أجيال عديدة، لأنه هو زايد في 1922 بمدينة صافي في المغرب. هي صافي بالفرنساوية مدينة أسفي بالمغرب الأقصى، وهو يعني طبعا من يهود المغرب. نعم. كان من يعني الشيء اللي حبيت نقوله هو أنه زايد في 1922 يعني، وكل الأجيال اللي كانوا من هذاك العام أثر فيهم وما زالوا يأثر حتى الآن، يعني بصوته وحتى بطريقته في الأداء. وعنده تقريبا 80 سنة، 80 سنة هاد العام. وهو كان ذكرني مرة كان اسماعيل هني رفقت جوق للشراح، وكان كذلك جوق سندوسية تلقى معاه في رباط وفي وجدة. وكان سمي اسماعيل هني قال له انت مفروض تقول جزائري، لان كثير من الاغاني تغنيها جزائرية، من الحوزي ومن بعد نشوفه من كذلك حتى النوبة. نعم. نسمعه كذلك في النوبة، يعني يقولوا عليه المفروض تكون نقول لك سامي جزائري. نعم، هذا هو الشيء اللي جعل باللي سامي المغربي عنده جمهور كبير واسع في الجزائر. نعم. لانه يعني معروف بانه تحكم في عده طبوع. نعم. سواء في الحوزي ولا كذلك غنى في صنعاء في النوبه الجزائريه. نعم. مدرسه صنعاء يعني الجزائر العاصمه. نعم. وسمعناه كذلك يؤدي العربي، وكان عنده كذلك انتاج خاص به، يعني اون برودكسيون بويتيك وميوزيكال شبه الحوزي، يعني شبه الحوزي، يعني طبع جزائري. نعم صحيح. وعنده كذلك طبعا في الآلة المغربية، طبع الآلة. نعم، في الآلة المغربية وفي الحوزي والقصيدة المغربية. نعم. وكذلك في الشرقي. كذلك الشرقي كان عنده تجربة في كلاسيكيات، في كلاسيكيات تاع محمد عبد الوهاب. نعم. ويعني كان ناجح في تقريب كل طبوع اللي أداها. صحيح. هو سامي المغربي تربى في مدينة الرباط، ثم هو يقال بأنه ورث يعني صوته من الأب ديالو اللي كان انتايور تراديسيونيل. نعم. ويعني يشفى يعني الأول خطرة اللي كان مشى فيها سامي باش يمارس الموسيقى، هكذا بدا في العراس، حتى أنه خدم أول آلة موسيقية بيدو، سا بخومييغ موندولين خدمها يعني بنفسه. وهو كان واحد القضية ذكرتها الآن تفكرتني فيها، وكي نقول مثل يفكر في الشارع، لأن
قليل ما كان جو قريبات في الإذاعة المغربية، والبيت جو قريبات في فرقة كذلك تأدي ما يسمى بالجزيري، أنا ذاك ودق اسمه الغرناطي مع بناني أستاذ بناني وأستاذ أحمد بيرو وبن غبريت كذلك، وطبعا بن غبريت لأنه كان هو أصل جزائري، كان هو هناك يعني مؤسس المسجد الجزائر بباريس. نعم. ومدفون في باريس، وكانوا يعملوا النوبة الجزائرية ولا الحوزي ولا، قال لي جالي اون كيلوت كورت اسيستي او ريبيتيسيون، كان في عمره 17 سنة كيبدا، لكن صغير يعني انه صغير ولعب بالموسيقى الجزائرية، الموسيقى الجزائرية، وبدا يعني المشوار ديالو حتى يعني الحق وين ولا يعني ينظم شعر ولو ميون ميوزيك، والشهرة ديالو يعني بدا يعني يذاع الصيت ديالها عبر يعني المغرب، حتى جا الجزائر كذلك في سنة 1954. وهذا راح يحدثنا عليه في الاستجواب اللي درناه له، ويعني هذه يعني عدة نقاط من مشوار ديالو الفني اللي راح نتكلموا عليها. الآن جوز لكم مقطوعة أولى اللي تبين لنا التحكم ديالو في الطبع ديال المغرب، يعني طرب الآلة. نعم. خاصة طرب الآلة يبان التحكم تاع المغني أو المنشد في البيتين اللي هو استخبار. نعم. يؤدي للاستخبار في البيتين. هو نوع من الشعر الفصيح. من الشعر الفصيح وفيه تلاليات اللي في المغرب هما على شكل هننا. نسمعوا الآن إلى بيتين ثم صنعة في طبعة غريبة الحسين المغربية، تفضلوا. كان هذا نموذج من طرب الآلة شذرات من نوبة غريبة الحسين. نعم. اللي هي متميزة بالطبع يعني الخماسي البنتاتونيك. نعم صحيح، ويظهر جليل خاصة في البيتين. في البيتين. نعم. وهنا شفنا كيفاش طبعا سمي المغربي التسجيل هذا تاع سنة 1958. نعم. هنا كان طبعا الأطفال تاعو. نعم، هو من ضمن التسجيل اللي سجله مع الأطفال ديالو، دار كذلك مقاطع في نوبة سبيهان، في نوبة الحجاز المشرقي، وفي قدام المايا كذلك شمس العاشي اللي غناوها أبناء يعني. نعم. الأبناء ديالو. نعم. هنا رانا نسمعوا في كذلك مقاطع من تسجيل اللي قام به في الجزائر 1954 يعلي. نعم. وهي يعني من القصائد اللي قدرنا نحافظوا عليها في الارشيف ديالنا، لانه هو كما قلت عمل 10 تسجيل. نعم. في اذاعه الجزائر، ولكن ما راهمش يعني في حوزتنا الان. في حوزتنا الان كاين قضية اللي هي يعني ان دي تور امبورطون في لا كارير ديال سامي المغربي، هي انه في سنة 1967 خير بعد ما يعني كان مشهور يعني في الفن، وكان جال عبر البلدان والناس كان عنده جمهور واسع، تفرغ الأشغال الدينية، يعني رجع نوم دو كولت، وهذا الشيء منعه وقطعه يعني لمدة طويلة من الفن ومن الغناء، وهذا الشيء يعني مفهوم. مينيستر اوفيسيون في هذا الميدان، ولكن شدت الولاعة ديالو والحب ديالو الكبير في هذا الفن يعني خلاه يراجع هذا الموقف ويخمم ويدرس ربما ويبحث في هذا الميدان باش يشوف إلا كاين فيه. نعم. une compatibilité. نعم. بين le culte et le champ profane. نعم. بين يعني التوافق كان، والإجابة كانت على شكل أغنية. هذيك سجلها من بعد. سجلها يعني في ربما في الثمانينات، في بداية الثمانينات في كاراكاس في فنزويلا مع جوق مصري. نعم. اللي كان سجل معه ألبوم كامل في الكلاسيكيات الشرقية. والأغنية اللي نعرفوها حنايا بسالوني الناس هي سماها في الأسطوانة نغني ونصلي. نعم. ويعني بلا ما نقولوا بلي الجمهور ديالو يعني كان فرح كثير بالعودة ديالو على الساحة الفنية، ولكن عودة يعني اللي كانت ما نقولش تيميد، ولكن كان يظهر تارة على تارة هكذا في حفلات. هو مشى لفرنسا، سكن بفرنسا وين كانت عنده حتى سا بروبر ميزون دو ديسك ساميفون. نعم. وسنوات من بعد راح لمدينة مونريال بالكندا.
اللي استقر فيها يعني لحد الآن، وين مازالوا يحيي حفلات في مونريال، في فرنسا، كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو يعني ان ريزومي، لأن ماذا بينا نسمعوا لكم الأكثر أكبر وقت ممكن من الاستجواب ومن الأغاني اللي اخترنا لكم، وإلا كفنا الوقت ربما نعود نوليو بعد الاستجواب باش نزيد لكم بعض يعني دي بريسيجيون. الآن نجوز مباشرة للاستجواب اللي عملناه مع سامي المغربي منذ مدة شهر. تفضلوا معلم. ألو ألو، راك تسمع فينا مليح؟ مليح الحمد لله. مرحبا بك مرة ثانية في إذاعة البهجة، معك تاريق ونصر الدين. الله يبارك فيك. لأن احنا في الجزائر العاصمة، عندك ذكريات عن الجزائر العاصمة، دي سوفينير ديال الجي. إذا نحكي لك في نهار باش على التذاكر لعام 54 54. نعم. إيوا تما عملت عشرات الحفلات في راديو الجي. نعم. وغنيت صفت عليا الله يرحمه بوداري سفير محي الدين بشرزي في شهر رمضان. عملنا واحد الجوله ديال 16 يوم ليالي رمضان. نعم. كنت كنغني كل ليله بعاد المقامات بعاد الوضع. نعم. كل موضوع كنغني 20 دقيقه والتاكسي ينتظر لي باش يديني من موضع لموضع. ايوا هذيك 16 يوم ديال رمضان. وتتذكر الاماكن اللي كنت تغني فيها؟ ايوا ما نعقلش عليهم، مره في البادوفاني، مره في الكور، لو ليسي. واحد المره كان غنيت في الستاد، كانوا 3000 ديال الناس، 6000 ديال الناس، 6000 ديال الرجال و 6000 ديال العيالات. نعم، كاين كذلك السهره اللي حيتها في لو سيركل فرانكو مسلمان. هذه كانت واحد التذكره منها عظيمه. ضربتني بخنجر مقلتيها. نهار واحد عملت تمرين على الزوق ديال الخارجي رحمه الله محمد، وعملنا ضربتني بخنجر مقلتيها. ايوا في الحسين غنيتها امام الجمهور ديال السيرك الفرانكو مسلمان. كان عامر هذاك السيرك ديك الليله، ما سابوش الناس فين يجلسوا. وثاني الله يرحمه بوداري سفير الليله، راك تعرف واش غادي تكون مقبول في الجزائر ولا غير شي تصير بحالك على بلادك تشوفو. نعم. ايوا قلت واخا سيدي خليله، ما جاوش هاد الناس يسلموا عليك واحد بواحد، غير ترك الجزائر ما تبقاش تجي تشوفها. واخا سيدي عملت جهدي ودوزنا واحد الليله من داك الشيء الكبير، وجاو في الحين الناس كلهم اللي كانوا تما واحد واحد، بارك الله فيك بارك الله فيك. قال لي جا اسمه ابو دالي سفير، قال لي سامي ماتنو لي بورت دو لالجيري تو سون كراند اوفيرت. على كل حال بيبان الجزائر دائما مفتوحه لسامي المغربي. الحمد لله انا الجمهور ديالي تما يهود ومسلمين كلهم كانوا كيعتبروا الفن وكانوا كيدقوا داك الشيء اللي كنعملوا، الحمد لله بجاه الله تبارك وتعالى. المعلم سامي، شكون هما الاسماء، شكون هما الاشخاص في الميدان الفني اللي تعرفت عليهم كي جيت للجزائر في سنة 1954؟ نعم، عبد الكريم داني الله يرحمه. الله يرحمه. خدم معايا وشكون اخر، والعنقاء تلاقيت معاه، حتى هو ما خدمش معايا غير تلاقينا عملنا يعني معرفة. ايوا. احمد وهبي إن بيدو العربية. نعم. وحشي انا قفل عليهم قفل عليهم في الخزانه تاعك و... نعم. وكان من القصائد اللي عطاك ديال الحوزي يمثل من قلبي الحب الغدار. هذا الحب الغدار، الحب الغدار كنت عنده غير شربنا اتاي وطلبته من طلبتها منه، قال لي دابا نصيفطها لك، صيفطها لي في الحين. وبعد مشيت في 54 كانت لاهي لولا، كتسمع بلاهي لولا ديال طبعا كيعملوا في الفنان غابي فريمان كوا. نعم. ايه هذيك كان جمعوا فيها، كبدنا لسال دي فيت لاميري 4 ليالي. نعم. 400 مقامات كان كاين الناس 400 مقاعد. نعم. وخدمنا وفي الليله الرابعه جا الحاج احمد
الحاج العربي بن صالح جاي يشرفني ما صرف فيني جلس وجلس له معنا شهور ثاني يعني الله نعم هو اتعملت له انا ديك الليله غنيت له هذا حب الغدار امام الجمهور قام عنقني وباسني والناس صفقت علينا كان واحد الشيء كبير عظيم ما ننساش هذاك الشيء يعني امورات ما يمكنش يتنساو من الخاطر ومن القلب معلم سامي اليوم الساحه الفنيه وميدان الموسيقى الاندلسيه في الجزائر على بالك بلي راه فقد شيخ رضوان بن ساري رحمه الله نعم نعم واش تقدر تقول لنا رضوان توفى نعم توفى عنده واحد شهر رضوان توفى نعم هو في دار بيضاء كان نعم توفى في دار بيضاء ومدفون في دار بيضاء عنده واحد شهر من توفى ايه ايه قال لي انا ولد 85 وما عنديش الجهد باش نغني وباش نعمل حتى شي حاجه بغيت ندعيه اللي يجي عندنا لمونريال كان عندي في مونريال كان عندي لا ماشي في مونريال في دار بيضاء نعم كان عندي في دار بيضاء ملي كنت ساكن في دار بيضاء جا عندي وكان عندي في الدار وسجل معايا بالبيانو وداكشي سجل معايا انا الكاوي سجل معايا الراعي بن سليمان كي تلاقينا في باريس قلت لي كان هو اللي عمل لكم الميزان ديال القصيد لو 8 طون يتخدموا به عشوائيا كي طلع هو اللي علم لنا الميزان ديال القصيد ديال انا الكاوي وديال الطالب الميزان القصيد نعم هو اللي علم لنا معلم سامي تكلمنا شويه ذكريات على رينات رينات الله يرحمها انا كنت كنخون من الاغاني ديالها من التعبيرات ديالها كنت كنخون منهم وكنعملهم كنغني بهم وكانت تقول لك يا الخوان هي قالت نهضرت فيا وكتضحك يعني تبسيمه قالت لي كنعمل واحد التعبيله في واحد الاستكبار ديالها قالت لي يا الخوان نعم تتذكر واحد الليله كنا عملناها عندك في الدار في باريس مع مصطفى اسكندراني ورينات حتى الصباح ايه وانت كنت درت لنا حفله عظيمه نعاودوها ان شاء الله نعاودوها ايام ويكون سلم في العالم ونجي للجزائر ونغني ان شاء الله معكم وندوز معكم اللي بقى لي في العمر ايه على كل حال احنا نطلبوا ربي يطول لك عمرك يا سامي وان شاء الله نزيدوا نسمعوا عليك انا 80 دابا نعم ايه صغير مازال صغير لان عندك انت مازال ناشط وعقلك مازال صغير ان شاء الله ومازال تحفظ الله تعالى بعمر طويل واحنا معكم كذلك وربي يعطيكم هلا السلم في الجزائر وما يبقاش تخلو الخواد وما يبقاش القتيل وما يبقى والو يبقى تكون الدنيا هانية ومستأمن تكون الإنسان مستأمن في المكان في الطريق ولا في الدار ولا في الليل ولا في كيف المكان هذا هو اللي كنطلب عليكم وطبعا لغة الفن والموسيقى هي لغة تاع السلم ايه معلوم الفن مالوش وطن نعم قالوا هالولا قالوا هالولا في هالايام اللي كان ديالنا الدنيا مخوضة يعني نطلبوا الله تعالى وتبارك وتعالى يزينها ويزين الايام ويكون السير في العالم كله يهود ومسلمين هذه كنا زمان نعم وكاين واحد القضية ديال الأغنية اللي خدمتها أنتيا تاع سالوا لي الناس كيف نغني ونديك نصلي بالناس ايه سي تي شانسون دو لا توليرونس كيعملوا كيقدموا سؤال يقولوا هذا واش مغني ولا كذان ولا يعني يصلي بالناس قلت لهم اودي يفهمكم بان هذيك وهذيك يمكن لها تكون بلا ما وحده ما تضر الاخرى يعني قلت عمري ما نسلم في فني نعبد ربي ونزهي الناس يمكن لي نعبد ربي ونزهي الناس كذلك ما فيها ماشي حرام سي تي ان ميساج دو توليرونس معلوم هو كومباتيبل يعني نعم هذيك مع هذيك كومباتيبل بغيت نفهم الجمهور بان يمكن له الانسان يكون يصلي ويصلي بالناس ويكون من جهه اخرى يزهي الناس
يكون يعود ويغني مع الجوق هذا مكان. كان واحد الاغنيه تاعك سجلتها مع الجوق ديال السكندراني في الجزائر العاصمه، هي تاع عمري ما ننساك يا ماما. نعم هذيك هذيك يقولوا الناس سي ما كارت دو فيزيت. نعم هذيك العالم كله مطلوبه، هذيك العالم كله مطلوبه، كنا في اسكندريه ومرات السفير لا القنصل كنا عنده في الدار صرنا اتاي وغنيت لهم عمري ما ننساك يا ماما، ما حسحتش بالبكاء، بكيت بكيت بكيت، والناس كلهم فين ما كانوا في المسارح وفي المقامات يعني في بريك كيبكيو الناس، يعني كل واحد كيتفكر امه. ايه لان الام رمز عالمي. رحمها الله عملت عليها والناس كلها كتحسها بحال كانت معموله عليها. دوم الاغاني ديالي بنظمت الانسان كيزيد فيهم يعني واحد المسا واحد يعني اش الحياة في الحياه ديالو كاين واحد القطعه من الحياه ديالو في هذيك الاغنيه. لان انت نعرفوا انك فقدت الام تاعك وانت صغير مولا 15 سنه. نعم نعم، لذلك كان هذاك الحنين وهذيك الشعله اللي خلاتك تنضم اغنيه ناجحه كما هذيك. والان الاغاني الاخرى مثلا اللي تغني على الحب وعلى الشباب وعلى مثل هذيك طلت من فوق منزه اغنيه مليحه وكذلك. هذيك ما سجلتهاش لان ما خاصش سجلتها ما بيعتهاش يعني ما كانش عندها اقبال كوميرسيال ما ولكن اغنيه كوميرسيال ولكن اغنيه هي كوميرسيال هما الاغاني الخفيفه ولكن طلعت الفوق غبقه شويه في 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 في, في الشعر ديالها. ولكن اغنيه هذيك سجلت في 45 تور. هي صافي ومن بعد ما جبتهاش كثر. نعم ولكن وغنيت كذلك اغاني تاع الاحداث مؤلمه مثل زلزال اكادير. أكادير هذيك كانت في المناسبات المصيبة اللي كانت في أكادير يعني نعرف اللي كان عندها إقبال فهي. وأغنية دي وحدة يحبها سامي للطريق وهي الساعة اللي أنت فيها. الساعة اللي أنت فيها هذيك هي الأغنية الشعر الخير ديالي اللي عملت في الحياة ديالي، لأن كنهضر على الحب، كنهضر على الطبع، كنهضر على الطبيعة كذلك الاختيار كي 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 يعني يتخطبوا في الحب يغني واحد على الاخر كلها مبنيه على الطبع على الطبع لا ناتور. حتى في تلحينها هي كانت في طبع حوزي بيغمون حوزي. بحال حوزي بحال حوزي. ايوه ولكن هي خفيفه خفيفه. اغنيه خفيفه. هي عملتها في رمل مايا وسيكا. نعم رمل مايا وسيكا ايه. انا هذوك الاغاني بحال الكاوي والطالب وداك الشيء كان نبدل النغمه. باش تكونش الغنية مونوتون يعني، إذا كانت في نغمة وحدة زعبة وحدة صح ما كتنعس الإنسان، ولكن أنا دخلت هذوك التحسينات باش كانت الأغنية بنفسها كترجع حية، كنعطيها روح، كنجعل فيها روح أخرى، كنقلب من بحال دابا في الغالي، الغالي كنخرج من السحليل للزيدان الموال يوم الخميس تحلي زيدان الى اخره، هذوك يعني كنجعل فيهم روح اخر، كنحيي الاغنيه ما كنخليهاش مونوتون. وهذا هو الشيء اللي يسطر اسلوب سامي المغربي، لو ستيل بيرسوناليزي دو سامي المغربي. ما هما الشيوخ اللي كنت انت تحبهم كي كنت صغير؟ الشيوخ اللي اثروا عليا في الصغر ديالي، الصغر ديالي هو زوزو الوهراني. نعم كتسمعوني؟ نعم نعم زوزو الوهراني رحمه الله كنت باقي صغير كنت مولع به بزاف، كنت كان كيأثر فيا بزاف هذاك الشيء اللي كيغني، كنعتبره شيخ كبير الوهراني. وكان عاوتاني الساسي. نعم وكان العباسي. شكون اخر؟ العباسي بن عاشور. الحمام بن عاشور رحمه الله. ليلي العباسي. ليلي العباسي في الخفيف. نعم بالتقاطيق. نعم وانا نذكرك كنت قلت لي بانك خطره مشيت عند المعلم زوزو في نيس باش عطاك. نعم. الابيات الاخيره تاع قصيده بن سوسان. خمسه ديال البيات كانوا خاطئين
بن سوسان. نعم. ومشيت عنده النيس ودقت عليه في الباب وما حب يحل حلي. حتى قلت له واحد الفراز من لبيب عاد حلي الباب. دقت عنده لا. مسيو ويرتاس. ويرتاس. ويرتاس هو اسبانيولي اشباه العربية هو شكون اللي نضم الغنية ديال بن سوسان مع بن يسوع بن شو بن سعدون هو اللي نضم الغنية ديال بن سوسان ودابا انا كنظن ان شاء الله نغني الى عطاني ربي العمر طويل نمشي لباريس وندعي الشرع هذاك ويرتاس ولا الوراثة ديالو لا هو مات ونقول لهم ما عندهم يعملوا أغنية ما ديالهم هذيك ديال بن سعدون معلم سامي نشاطات ديال المعلم سامي المغربي في هاد السنوات الاخيره وشنو هي السنوات الاخيره في الماضي ولا في الاتي في الماضي والاتي وانا غادي نعمل واحد مستشفى ريال لست مي ان شاء الله كبير في واحد كبير مع شوخ ديال ديال نصارى ماذا بينا ان شاء الله تكون عندنا في الجزائر ويكون شوخ جزائري معك ايما هذيك هي الشوالية لي اللي كانت تقدر واضع علي من عليا حتى كانتكم محبي حي ان شاء الله غني يكون غني معكم ان شاء يكون الله يكون عندكم سلم والامل ان شاء الله ان شاء الله الله. وقبل ما يتحقق هذا الامل ان شاء الله هل سامي المغربي يقدر يهدي لنا لاذاعه البهجه مقطع الان يغني لنا مقطع يعني اون اكابيلا المقطع اللي غادي نغني لكم هو اللي بدي راي الشباب اللي بدي راي الشباب انا ما كنشوفهاش اكثر مش هي والموسيقى يفو شانتي اون فراز بار فراز فهمتي المعنى؟ نعم انا غنغنيها هكذا تفضل ميني باي راعي الحب اشهي حالته الجزائريين بلغوا لك سلامهم كذلك الله يبارك فيهم الله يخليهم ليدومهم ان شاء الله الله تعالى يجيب لهم سلم هنا والامن في البلاد ان شاء الله وحنا نعاودوا لك وحنا نعاودوا لك اليوم الجمله تاع المرحوم ابو دالي سفير لي بورت دو لالجيري فو سون غراند اوفيرت الله يبارك فيك الله يبارك فيكم وربي ربي يصون سلام. معلم سامي كلمة أخيرة لإذاعة البهجة. ما فهمتش. قلت كلمة أخيرة أن ديرني مو لإذاعة البهجة. في إذاعة البهجة. نعم. في إذاعة البهجة. تفضلنا ب. على إذاعة البهجة. الجزائر.
جزيلا معلم سامي، وبغلى التحيات تاعنا لميسودي وليولاند وكل العائله ان شاء الله. يبارك فيك اخي، تعيش ونشوفوك بخير ان شاء الله عن قريب. احنا الفن جعلنا نكونوا اخوان، لان الفن يعني حاجه عظيمه في الحياه ديال الانسان، هو اللي رضى نكونوا اخوان ولا غير. سلام. معلم سامي. نعم. انا بودين شكرك شكر خاص على الطيبه والكرم ديالك. تعيشوا. بارك الله فيك. وان شاء الله صحه وعمر طويل كما تقول الاغنيه اللي كتبتها انتايا. نعم. يا ربي صحه وعمر طويل. ومال كثير. مال كثير يا ربي، عيشان يا بلاد طويل، افرحوا يكثر الليل. عن قريب وين غادي تغني؟ 21 سامدي 21 ديسمبر. نعم. وي غيكون حفله كبيره اون لونور باش نشرفوا لين مونتي، لان هي مسكينه دابا مريضه وما عندها اخبار عليها، لان زرناها في شهر جونفي وشفناها. وي شفتيها؟ نعم. وشفناها كانت عيانه شويه. عيانه مسكينه. نعم. غادي نعملوا هذيك الحفله باش نشرفوها. والحفل الاخير اللي بمناسبه عيد الميلاد 80 سنه، كاين حفل اخير. هذا هو كل شيء هذيك في اسرائيل، يعني بمناسبه هذيك في الاخير في مونريال. نعم، في مونريال في شهر افريل. وي مونريال من 6 مي. مي نعم. تياتر كبير. وما ما برمجش حاجه ل 31 ديسمبر كما مداري كما موالف. ايوا سيدي ما بانليش دابا. غادي يبان. انا موجود. غادي يبان ان شاء الله. انا عند امركم. شكرا جزيلا معلم سامي. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في الخير. ان شاء الله امين. نتلاقاو في الجزائر ان شاء الله. اللهم امين. 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 يا رب العالمين. مع السلامة معلم سامي. السلامة سيدي. إذا نعاودو نولي، وشفنا هذا الاستجواب مع الأغاني اللي الاستجواب خلاص الانترفيو تيرميني. إيه، ولكن شفنا يعني الأشياء اللي تكلم عليها عدة نقاط. وهي في الحقيقة نقولوا للمستمعين ديالنا باللي سامي المغربي كان أصر على باش يدير هذا الاستجواب. إيلي تي تري انتوزياست على ليدي دو سادغيسي للجمهور ديالو في الجزائر. وعلى بها يعني حابين احنا ثاني تندوزوا هاد الاستجواب. درنا فيه يعني رجوع الى الوراء. نعم. كنا تكلمنا فيه على السفر ديالو في الجزائر والحفلات اللي قام بها بقياده مع الجوق تحت الخارجي، وجوزنا نوبه الغريب لاول مره تذاع في الاذاعه. جوزنا تكلم كذلك على ذكرياته مع الشيخ رضوان بن صاري رحمه الله، اللي استغرب لانه ما كانش سمع بال مع العربي على العنقاء العربي صاري وكلهم يعني هذه الذكريات اللي كانت عنده في الجزائر. نعم. كاين يعني احنا نعتذروا لان لا كاليتي تاع هذا تاع الصوت كانت احيانا هاتف ومن بعيد من مونريال. كاين ربما القطعه اللي تكلم فيها على علاقته مع الشيخ معلم زوزو. نعم. وكذلك كيتكلم على النشاط ديالو كان فيها شويه يعني صوت رديء. وكان حتى طرحنا عليه سؤال فيما يخص تجربته في الميدان الكلاسيكيات الشرقيه، ولكن الصوت ما كانش مليح على بها ما جوزناش. نعم. اليوم نقدروا نجوزوا لكم مقطوعه من الكلاسيكيات اللي دارهم في اسطوانه واللي سجلهم في الثمانينات. موشحه. نعم موشحات. كان عمل فيها اغاني لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. اليوم نجوزوا لكم مقطوعه صغيره اللي هي يشهد الالحان لسيد درويش، ونخليكم مع يعني مقاطع موسيقيه اخرى حتى 11 تاع الليل. اذا نودعكم ونتلقاو بكم ان شاء الله يوم الاربعاء.